سلام، اهلا البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كيف ما العاده نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وبظروف جيده بحول الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكريم رائع 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 جدا و 100% طبيعي للهالات السوداء، بما اننا كنا دوزنا الشهر الفضيل رمضان الكريم. ان شاء الله العقبه العام الماجي ان شاء الله كنا كنسهروا حتى الفجر تقريبا، وكنوضوا مع الصباح مع الاطفال ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال كيمشيو للمدرسه، يعني داز عندنا شويه فيه الصهير. ونتمنى ان شاء الله العام الجاي ربي بصحه وبسلامه وداكشي اللي كتمناو. لهذا مع كثره السهر وكثره التعب، انا وجدت لكم واحد الكريم هائل هائل للهالات السوداء، راه مزيان للنساء والرجال ايضا، حتى هما يعني غالي اغلبيه الناس عادي كتعاني من الهالات السوداء. وايضا بالنسبه للناس اللي كيشوفوا يعني البيسي ولي تيليفون، ضروري ضروري هذا الماسك ما تفلتوش وما تعكزوش، ديروه راه زوين ومجرب 100%. حديد الخيار استخلص منه العصير ديالو، اي بالطريقه العاديه اللي عندها الخلاط الكهربائي، غتقوم بالطحن ديالو اي بالخلط ديالو، غتستخلص منه يعني خيار. وبالنسبه للحامض ايضا غنعصرو بالطريقه العاديه، غنقطعو العصاره العاديه اليدويه وغادي نعصروه ويعطينا هاد الكميه ديال الحامض. عندنا ماء الزهر، عندنا الحليب، عندنا مايزينا. الان غادي نوريكم المكونات. حبيباتي غادي ناخذو هانتوما الشوق قياس، يعني شويه تقريبا ما كاملش نص كاس ديال الخيار، غنديرو في كاسرونه، راه عصير خيار طبيعي. نص كاس ديال الحامض، ماء ورد طبيعي، غناخد ما كاملش نص كاس هكذا، حبيباتي هذه معلقه ديال الحليب بودره، معلقه صغيره ديال الحليب بودره، ومعلقه كبيره ديال المايزينا. المايزينا راه مبيضه ايضا، والحليب بودره راكم عارفين، يعني غنقطعوهم غنديرهم بهذه الطريقه. كريم هائله هائل هذا الكريم، خاص بالنسبه للهالات السوداء، مهم مهم جدا جدا. انا السوداء هاد الكريم انا غادي نقادو نحضرو قدامكم ان شاء الله، وغادي تشوفو معايا وتشوفو الطريقه كامله ان شاء الله، وحاولوا تجربوه ما تعزوش البنات. غادي نحركو وارشو الكريم، شوف الخليط كي داير، شوف يعني غنديرو فوق النار يعني حتى يجمع لينا الكريم. شو نبقاو نحركو نحركو حتى يجمع الكريم، ومنين غادي توجد لينا الكريم ديالنا غادي نوريها لكم، يعني غنوريكم الطريقه بالتفصيل ممل. جربوها البنات راها مهمه جدا، حتى تجمع لينا الكريم ديالنا راها رائعه ومهمه. الكريم ديالنا الشوها هي وجدات، الشوها الشوها الكريمه ديالتنا وجدات، ان شاء الله غادي نخليها حتى تبرد ونوريها لكم، ونوريكم الطريقه الاخيره كيفاش غادي نقادوها ان شاء الله. شو الكريمه ها هي عقدات لينا، كريمه طبيعيه احسن من الكريم ديال لي فارماسي، رائعه رائعه جدا حبيباتي ومجربه. كريمه اللي قديت قدامكم اللي بالحامض والخيار وما ورد والحليب ومايزينا، ها هي شتو، يعني درتها في الاناء زجاجي يعني بحال ديال لافارماسي. شتو هاي الان بقى دافيه، ها الكميه اللي خرجت لي، شتو خرجت لي كاس، يعني غادي نغطيه اكيد، غادي نغطيه ونحطه في الثلاجه. وبيان سور هاد القريعه هادي شو
غادي نحطها الان في الثلاجه حتى تبرد، غير في التحت ديال الثلاجه ماشي في الكونجيلاتور. ابري غادي نوريكم الطريقه اللي كيفاش غتستعملوا بها هاد لاكريم تحت سواد العين او اليسار ديالكم. نوريكم الطريقه والكميه اللي غتستعملوا وكيفاش تستعملوا ان شاء الله. ما هي وجدات خرجت ليا كميه وفيره بزاف، يعني واحد الكميه كافيه، خليته ليله كامله في الثلاجه ان شاء الله يعجبكم. راه مهم بزاف ليها هاد السوداء كيف ما كتشوفوا هانتوما، يعني جمدات كتعود جامده، راه مهمه جدا جدا. نتمنىكم ديروها، راه مهمه بالنسبه للشباب والشابات، لي فام و لي زوم اوسي، ضروري ديروها لبناتها مهمه. واللي بغات ديرها الوجه ديالها كامل ممكن ديرها لوجهها كله، راها مهمه جدا. يلا معايا نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوها وشحال ديال المده. جيت المكان المفضل ديالي، غادي نستعمل الكريم ديالي اللي وريتكم، غنديرو على بشره تكون نقيه، يعني بحال الكريم اللي كنشيو من لا فارماسي هكا، وغادي نطبقو على الوجه ديالنا هكا بهاد الطريقه. يعني غندهنو بيه السعر ديالنا، وممكن ندهنو بيه حتى من الفوق، يعني ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي اشكال. هكا السعر ديالنا مزيان، تكون البشره نظيفه جدا، وممكن ديروه تقريبا الوجه كامل. هانتوما غادي يكرم، غادي يعود الوجه مجبد، غادي يعود يعني الفيزاج مجبد زوين، يعني والله، يعني انا ما كنبغيش نحلف، والله هذا الماسك يعني راه رائع جدا جدا. اكيد طبقوا على لي سير ديالكم بهذه الطريقه، انا غنديرو قدامكم. والمده حبيباتي المده خليه مده ساعه، اللي بغات تبات فيه ما عندها شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، غير هي الوجه غتحس بيه. الكريمه انا درت لوجهي كامل، يعني هي مهمه لي ساعن، انا طبقت على وجهي كامل. هانتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها واحد ساعه تقريبا او ساعتين، يعني ماشي مشكل. اللي بغات تبات بها كيف ما قلت لكم من قبل تبات بها، اهم حاجه يعني كتعطي النتيجه مده ساعه. ونتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، وهاد الماسكره مهم جدا جدا جدا، ما تضيعوش البنات، وبصحتكم وبراحتكم، وان شاء الله كيعطي نتيجه فوريه، يعني تقريبا مده اسبوع تقريبا كتبان النتيجه. نخليكم في امان الله، الى فيديو اخر بحول الله. باي باي.